السلام عليكم. اليوم عندنا فيديو لازانيا بالسمك وبفواكه البحر، لكن قبل أن نبدأ الفيديو نحب نشكر كل الناس اللي جربوا لازانيا اللحم اللازانيا السابقة، ومن بين هاد الناس كانت الأخت مريم الراشدي. مريم الراشدي هي ملكة جمال العرب لسنة 2015، وأيضا جربت الوصفة ونالت إعجابها ونشرتها على صفحتها بالإنستغرام، وكان هذا شرف ليها وشرف أنكم جميعا تحضروا الوصفات وتشاركوني بها على الانستغرام. المهم، لازانيا اليوم جد كريمية لذيذة للغاية وسهلة في التحضير، بالجبن، بالكريمة، بصلصة طماطم، خضار، سمك، فواكه البحر، رائعة جدا. فنبدأ على بركة الله. أول شيء نحتاج إلى جمبري أو قمرون، نظفناه جيدا وغسلناه. نحتاج أيضا إلى سمك. هنا أنا استخدمت سمك سلمون، فيمكنكم استخدام أي نوع من فواكه البحر أو تمار البحر أو أي نوع من السمك الأبيض، تكون نوعية جيدة. نحتاج أيضا إلى بروكولي، أو يمكنكم تعويضه بفلفل أحمر أو فلفل أخضر. ثم سنحتاج إلى أوراق لازانيا. أوراق لازانيا سأقوم بتحضيرها في فيديو قادم إن شاء الله، لكن يمكنكم استخدام المتواجدة في الأسواق، ويوجد هناك نوعيتين، نوعية يجب أن تسلق أولا ونوعية تودع مباشرة في اللازانيا. أول شيء سنبدأ بتحضير صلصة طماطم، فيمكنكم تحضير صلصة طماطم الخاصة بكم، أو يمكنكم تحضير نفس صلصة طماطم اللي سبق وحضرتها في فيديو سابق، اللي كانت جد بسيطة وجد سهلة، فقط طماطم مع بصل، زبدة، زيت زيتون، قليل من أوراق الريحان وبهارات. الطريقة كانت جد سهلة وجد بسيطة ونالت إعجاب الجميع. هاد الصلصة يمكنكم استخدامها في المعجنات، يمكنكم استخدامها في البيتزا والكثير والكثير من الأطباق. ثاني شيء هو صلصة البشاميل. صلصة البشاميل من غير أي تعقيدات، بطريقة جد سهلة. كل ما علينا فعله هو أخذ خلاط، نضع نصف لتر من الحليب، ثم نضيف عليه ملعقتين من الزبدة وملعقتين من الدقيق. دقيق حاولوا أن الملعقة تكون متوسطة الحجم. ثم نضيف القليل من الملح، قليل من الفلفل الأسود أو الإبزار الأسود، والقليل من جوز الطيب أو الجوزة. هنا فقط كمية بسيطة، رشة خفيفة من جوز الطيب أو الجوزة. ثم نخلط الكل معا. طريقة جد سهلة جد بسيطة، لكن نتيجة رائعة 100% لأنها كريمية. فأول ما نخلطها تقريبا لمدة 3 دقائق كافية، نضعها على طنجرة ثم نضعها على نار متوسطة، ونواصل التحريك إلى حين أن نحصل على صلصة متماسكة وكثيفة وكريمية بنفس الشكل. أوبس، فنضعها هنا في إناء ونتركها على جنب. الآن نقطع البروكولي إلى قطع صغيرة ونقوم بسلقه. لو ما كانش عندكم بروكولي يمكنكم استخدام فلفل أحمر حلو أو فلفل أخضر حلو على حسب متوفر عندكم، أو يمكنكم الاستغناء عنه. نأخذ ماء مغلي، نضع به القليل من الملح، ثم نضع قطع البروكولي، نسلقها تقريبا لمدة 5 دقائق، فهي مدة كافية على نار مرتفعة. ثم نزيله على جنب، نصفيه جيدا ونحتفظ به. الآن بالنسبة للجمبري أو القمرون، وبالنسبة للسمك يمكنكم استخدامه مباشرة، أو يمكنكم تقطيعه إلى قطع صغيرة حتى تحصلوا على كمية أكبر. أكيد فقطعنا السمك، قطعنا الجمبري، ناخذ مقلاة على نار مرتفعة، نضع بها القليل من الزيت، ثم نضع قطع سمك وفواكه البحر. كيف ما قلت يمكنكم استخدام أي نوع من السمك، سمك أبيض، أو يمكنكم استخدام كالاماري، مسلز، حبار، على حسب المتوفر عندكم. نطبخ سمك وفواكه البحر جيدا، ثم نضيف عليهم البروكولي. يمكنكم إضافة فقط رشة خفيفة من الملح ورشة خفيفة من الفلفل الأسود أو الإبزار الأسود أيضا. بعد أن نطبخه تقريبا لمدة 7 دقائق، هي مدة كافية، نضعه على جنب ونمر لتحضير آخر شيء. نأخذ طنجرة فيها ماء مغلي،
نضيف عليه القليل من الملح، القليل من الزيت حتى لا تلتصق أوراق اللازانيا، ثم نضع أوراق اللازانيا ونبدأ بسلقها. هنا السؤال اللي سألتوني في الفيديو السابق، كم المدة؟ المدة تتراوح ما بين 3 دقائق إلى 10 دقائق على حسب نوع أوراق اللازانيا المستعمل. فهناك أوراق لازانيا تأخذ وقت أكثر، هناك أوراق لازانيا لا تحتاج إلى السلق وتوضع مباشرة. بعد 10 دقائق نأخذ الأوراق اللازانيا، ننزلها من الماء المغلي ونضعها في ماء بارد جدا. لماذا؟ حتى لا تلتصق وحتى تتوقف عن الطبخ. فأوراق اللازانيا تكون بهذا الشكل، يجب عدم طبخها كثيرا، فقط بنفس الكيفية. والآن سنمر إلى آخر مرحلة وهي مرحلة التجميع. نأخذ إناء خاص بالجراتان أو باللازانيا، نضع أول طبقة من أوراق اللازانيا. فلو كانت عندكم بشاميل أكثر وكنتوا تحبوا البشاميل أكثر، يمكنكم وضع طبقة البشاميل أولا، لكن نفس الطريقة جيدة جدا. نضع نصف كمية سمك والخضار، أو نصف كمية سمك سلمون، الجمبري والبروكولي، ثم نضيف القليل من صلصة الطماطم. فهنا الكمية على حسب ذوقكم، حبيتوا اللازانيا تكون بصلصة أكثر يمكنكم وضع صلصة أكثر، حبيتوا أنها تكون ناشفة يمكنكم وضع صلصة أقل. نضع البشاميل. هنا المكون السري للازانيا وهو جبن الموتزاريلا. فلو ما كانش عندكم جبن الموتزاريلا يمكنكم استخدام أي نوع آخر، لكن الأحسن استخدام جبن الموتزاريلا. ثم نضع الطبقة الثانية من أوراق اللازانيا ونواصل بنفس الكيفية. نضع الكمية المتبقية من السمك والخضار، نضع القليل من صلصة الطماطم، قليل من صلصة البشاميل، يمكنكم أيضا وضع جبن أو من غير، ونضع أوراق اللازانيا من فوق. ثم آخر طبقة هنا نضع فقط بشاميل مباشرة على الأوراق. نبدأ بتسريحها جيدا حتى تغطي الإناء بالكامل. فهذه هي آخر طبقة، الطبقة العلوية، ونضع جبن الموتزاريلا. بعد أن نضع طبقة جيدة من جبن الموتزاريلا سنقوم بإدخالها إلى الفرن. بالنسبة للفرن الغازي خلوا درجة حرارة مرتفعة من تحت ومتوسطة من فوق. بالنسبة للفرن الكهربائي الأحسن طبخها على 180 درجة لحد ما تتحمر، تصبح طبقة محمرة وجميلة بنفس الشكل كيف ما كتشاهدوا. هذه هي اللازانيا. فالوقت تقريبا يأخذ معكم ما بين 10 دقائق إلى 18 دقيقة، لأن كل مكونات مطبوخة في الأصل، ففقط تجميع. وهذا هو شكلها النهائي كيف ما تشاهدوا من الداخل، جد كريمية مع الجبن مع البشاميل مع السمك مع فواكه البحر مع الخضار. وصفة متكاملة ولذيذة للغاية. كل من جربها سيسألكم عن طريقة تحضيرها. فنتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، وألقاكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله.